مشكل النقل العمومي في بعض مناطق العاصمة وساعات العمل المحدودة تعد أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطن يومياً، إضافة إلى غياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص. الشفور هكذا كان غير واحد في لي زاري، وكي تجي السنانة واحد نص ساعة باش يجي واحد، خدامين ما كاش باش يروحوا، ما يصيبوش باش يروحوا للدار. لإيجاد حلول لكل ذلك، نظمت أيام دراسية لتسهيل وتنسيق حركية النقل في الوسط الحضري لمدينة الجزائر وعصرنة قطاع النقل العمومي. تيزا عندها حوالي 21 خط يخدموا حتى الوحدة تاع الصباح، يعني جوسكا 1 دو ماتان. وكاين بعض الخطوط صح راحين رانا نحبسوهم على 7، لان بعد 7 ما كاش نقل وما كاش تنقلات وما كاش حيويه في بعض الاحياء. العديد من الخبراء الاجانب حضروا للمشاركه في الايام الدراسيه لتبادل الخبرات والعمل على تجسيدها على ارض الواقع. Beaucoup de choses ont été tentées, ont été faites à l'étranger, et il est intéressant de voir les échecs et les réussites, peut-être encore plus les échecs, de manière à s'en inspirer, à comprendre ce qui s'est passé, et à voir, en s'adaptant évidemment à la situation spécifique de l'Algérie, pourquoi, comment est-ce qu'on peut aller plus vite et bénéficier de tout ce qui a été fait ailleurs. هذا وستقوم إيتوزا بتدعيم خطوطها بأكثر من 300 حافلة وفتح خطوط جديدة تماشيا مع التوسع العمراني لمدينة الجزائر.